كل العناوين الماضية. أنتم عنوان المحلة اتحاد شباب الوطن فقط. خدم عليك خدم عليك. الله يحفظك. هذه محطة تأسيس. وعندكم حق ترفعوا الراية وروحكم عالية. ينتظركم عمل. ينتظركم جهد. ينتظركم سعي. ينتظركم التحام. ينتظركم تفكير. ينتظركم تجديد. الخطاب في كل المجالات. الحق التلمذي، الحق للطلاب، الحق للكادحين عموما، حق للمبدعين، حق للشبيبة المعطلة. في الأرياف والقرى والمدن. إما أنكم تكونوا ولاية الحزب الكبيرة. ويكبر بيكم ومعاكم ومن خلالكم الحزب. إما أنكم تدوروا المرحلة مستحققاتها. إما أنكم تكونوا أبناء الزمن الثوري وهو زمن استثنائي. وإما تكونوا حالة عادية. واللي عملتوه ليس عادي وأثبتتم أنكم مش عاديين. البارح كانت قلوب الرفاق خليلة للإعلام. يكلموا فيها من شرط الجهات بما أخرى. رفاقي في المكتب السياسي. واليوم على جروب. وخايفين. هل المولود كيفاش ينجم يكون ويوصل ما يوصلش؟ لن يغادرني اليقين لحظة. أنتم ستنتصرون وفي الوقت المحدد بالدليل.